بوطويل الرجوع للخلف، المهدي بالرحمة يعيش آخر موسم له مع الجيش الملكي على الأرجح. نعم هكذا يقال بأنه هذا آخر موسم وآخر مبارياته مع فريق الجيش الملكي، ويتمنى أنه طبعا ينهي المسيرة مع نادي الجيش الملكي على أحسن وجه، وأتحدث هنا عن ضمان البقاء في دوري الكبار. يؤسفني أن أقول هذا الكلام، لأنه أعرف أن هذه حقيقة صعبة. الجيش الملكي يلعب من أجل ضمان البقاء، أنا لا أريد أن أتكلم بهذه النبرة، ولكن يحز في نفسي أنه أسمع الجيش الملكي يلعب من أجل ضمان البقاء. الجيش لازم يكون في الريادة، الجيش لازم يكون دائما في المنافسة، لا محليا ولا كذلك قاريا. الجيش الذي أسسه الملك الراحل الحسن الثاني، نعم الملك الراحل الحسن الثاني اللي كان مؤسس نادي الجيش الملكي، رمز من رموز طبعا الكرة المغربية نادي الجيش الملكي. هل هذا معقول أنه الفريق اللي كان أول نادي فاز بدوري أبطال إفريقيا في 85، والفريق اللي كان عنده نجم فايز بالكرة الذهبية الإفريقية يتعلق الأمر بمحمد التيمومي، محمد التيمومي اللي كان ثاني لاعب مغربي يفوز بالكرة الذهبية طبعا بعد جوهرة ابن مدينة الزهور محمد أحمد فراس في السبعينات. تيمومي 85 اللي كان فاز بالكرة الذهبية الإفريقية، 86 بعد جاء طبعا بادو الزاكي، و98 كان النجم الكبير مصطفى حاجي الأسماء اللي رفعت الراية الوطنية وشرفت الكرة القدم الوطنية، بينما كرة لفائدة الجيش هنا فرصة ولكن مرة جانبية بعد ذلك إلى ضربة مرمى. كل هذه العوامل صراحة تجعلني أتأسف عن الوضعية التي وصل إليها فريق الجيش الملكي. هي مسؤولية مشتركة، كيف ما كان الحال مسؤولية العديد من الأطراف للوضعية الحالية التي وصل إليها الجيش الملكي. أنا أتمنى من مسؤولي الجيش الملكي دائما أن يضعوا في الحسبان على أن الجيش الملكي هو فريق المغاربة قبل أن يكون فريق مدينة الرباط وجمهور مدينة الرباط هو فريق المغاربة. يعني هكذا تربى الجمهور المغربي على ثقافة مشاهدة الجيش، مشاهدة نجوم الجيش، متابعة الجيش على المستوى القاري. الفريق اللي أسسه كما ذكرت الملك رحمة الله عليه الحسن الثاني، وكذلك النجوم وقيمة الأسماء التي لعبت لفريق الجيش الملكي، وكذلك الكرة الذهبية اللي فاز بها التيمومي، والجيش اللي فاز بأول لقب في دوري أبطال إفريقيا، والجيش اللي أعطى أسماء كبيرة لا على مستوى التدريب لا على مستوى اللاعبين خاصة في الثمانينات. ونحن كلنا نستحضر نجوم الجيش الملكي في ملحمة مكسيكو 86. مشاهدينا الكرام، كانت النواة الأساسية من الجيش لما أقول طبعا التيمومي، عبد الرزاق خيري، وكذلك نجوم كبار طبعا لا ننسى حمدي والمريس، الأسماء التي لعبت في سنوات الثمانينات، لا ننسى كذلك الغريسي، لا ننسى أنا فلوس بعد ذلك كان واحد من المهاجمين الكبار لفريق الجيش الملكي، وحتى لا أنسى شخص آخر ولاعب آخر، لأنه في لاعبين كبار في الفترة الذهبية لفريق الجيش، وكان هناك جيل آخر في سنوات التسعينيات. مشاهدينا الكرام طبعا الرموكي وبوهلال وكذلك عزيز الصمادي والعديد العديد من النجوم اللي حضروا في سنوات التسعينات ولعبوا كذلك للمنتخب المغربي. ذلك يحز في النفس أن نشوف الجيش الملكي يلعب في 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 هذا المركز المتأخر. الجيش لازم يرجع بسرعة، لأنه صحيح الكرة المغربية تعيش ازدهار كبير، ازدهار كبير وتطور رائع جدا وحضور لافت جدا على المستوى الإفريقي، ولكن صدقوني الفرحة الكرة المغربية لن تكتمل إلا بعودة واحد من أضلاع الكرة المغربية وفريق الجيش الملكي. نرجع للمباراة، المهدي بالرحمة في استلامة دي الكرة